لنا ولله عز وجل أمارات في خلقه، علامات، براهين يبعثها الله يعيها من يعيها وتغيب عن من تغيب عنه. الله لا يكرم أحدا في الدنيا كرما دينيا ليخزيه يوم القيامة، الله منزه عن هذا. من الكرامة الدينية أن يجعلك الله في بيت من بيوته، من الكرامة الدينية أن يقيمك الله في الليل تصلي له، من الكرامة الدينية أن يلهمك الله ذكره والناس عنه غافلون، من الكرامة الدينية أن يرزقك الله حنانا برا على والديك، من الكرامة الدينية أن يرزقك الله عدم الظلم لمن تحتك وأنت قادر لكن تحجبك تمنعك جلال الله، مقام الله، خوفك من الله، فهذه كرامة دينية ليست كرامة دنيوية. والله إذا أعطى عبده في الدنيا كرامة دونية إنما ليهيئه يوم القيامة لكرامة أكبر، لمقام أعظم، لمنزلة أجل. وهذا كله إذا وجده الإنسان في نفسه يكثر من حمد الله، يعني يثني على الله خيرا. أنتم الآن إذا فرغت الصلاة وخرجتم من المسجد تذكر أين كنت الساعة الماضية، كنت في المسجد، استصعب هذه النعمة، احمد الله، الحمد لله أنني أنا أغدو إلى بيتي، تقول في نفسك وقد كنت خارجا من بيت من بيوت الله. الفرح بنعمة الله، الفرح بالطاعة، الفرح بفضل الله من أعظم قرائن ودلائل وبراهين الإيمان. قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فالفرح بنعمة الله بفضله بإحسانه يستوجب بعد ذلك الشكر، فلما تشكر الله يزدك الله هدى على هدى. فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت وانطلقت ولم تبقى.